اسمع يا نجيد، ربنا هيعمل فيك عميل. 21 قرية اللي طبقهم على راسك واللي نازل عليك زفت هيموتك، لقطكم كما الجراد من على الشام. امك يهودية واتخذت طريق الشر بتاع ابوك. انت شايف ربنا بيعمل ايه؟ بيطبق. احترم زيتك، لولا الناس اللي عايشين بينك وبين السعودية كان زمان مسلمين قطعوك. لو ما رجحتش عن الشر يا غبي، ربنا حرم اي حد يعمل تجارة مع مصر وعلى افريقيا كلها. كان ممكن بالسلام انت تعمل تجارة معانا وتاخد تدي العالم. ربنا خرب امريكا واوروبا عشان بيعمل معانا تجارة، لكن انت حمار وغبي واحمق بتدور على خرابك زي فرعون. وانت يا حسن نصر الله يا ابن شارون، الله يخرب بيتك. اله ربنا يكسر رقبتك انت واللي معاك. في حد هنا يشلح ودم عشان ايران عبد الشيطان؟ عارف يا نجات اللي بتعمله مع بشار الاسد هيقطعك ربنا، ولقطك وكما الجراد من على الشيل، وفتش عليك وكما بمشعل. في ناس كتير من ولاد كنعان فلت هم قليلين وبقوا قديسين وبيقاوموا موتها مش بالسحر، باسم الرب يسوع المسيح. انت غبي غبي، اتخذت طريق عدو الله. انت مين انت؟ ضيوف عصاك تحت رجلي. وقت كنت فاكر انت وزيزي اللي بعت تقتلك مرتين وفجرت لك مصنعين سلاح وضرب السفارة بريطانيا عندك هتنفع. هي لو طالت تقطعك هتقطعك زي القذافي، انت عارف ده كويس. وحسن نصر الله بعتت خالد الشيعة ضربوه، عاملة راح قدام الشيعة شيعة قدام السنة سنة. انتوا كذابين ومنافقين واعداء الله، هتفوق وترجع لكروموزومات امك ولا تفضل شرير؟ ده تحذير. اقطع رقبتها لا تقطع رقبتك.